الكوت ديفوار ديال هذه واحد 6 سنوات ماشي هو الكوت ديفوار ديال دابا، لانه الجلد ديالو يعني كيتغير بواحد 99%، لانه ملي كنقلبوا اوريي لو كابيتان ديكيب لو سول اللي كان مع المجموعه اللي كان تشابح بالنسبه للفرق الافريقيه. انما يعني انما بالنسبه لي انايا لو غارديان سيلفيان يعني كان كيتعد بالنسبه لي انايا لو ميور جوور ديو ماتش، لانه حاول ما امكن باش انه يتصدى لعدد كبير من يعني من الهجمات اللي تبنت بالطريقه اللي سهلنا بها المباراه. هو لقيت المنتخب الوطني ملي كان كينزل الكره للارض ويلعب بلو كوتي بوان فور ديالو كنا كنكونوا صعاب. المهم اللي كنا كنحاولوا ما امكن اننا نلعبوا الكره الهوائيه، ما كنديو حتى شي حاجه في السماء، لانه كيتواجدوا عندهم دي ديفونسور كرون تاي، ما يمكنلكش انك تدي ولو كره واحده، ولا سيما في الكره الثابته بالنسبه للمنتخب الوطني. الكره الثابته بالنسبه للمنتخب الوطني كان خص يكون تغيير من حيث الاداء، لانه زياج ديريكتومو المربع العمليات ما خدينا ولو حتى كره، وحتى كره ما كانت صائبه من حيث اننا ناخذوا هذاك الخطر بالنسبه للخصم. هنا كيخص هذه النقاط خص تعالج، لانه لعبوا بلو كوتي فور ديالنا اللي هو الكره في الارض، وكيبان لي على انه خصنا نشوفوا نعالجوا المشكل ديال الكره الثابته بالنسبه للمنتخب الوطني.